طيب معلش بس حد يحكي لي إذا طلعت السلايد أو لا. طلعت دكتورة واضحة. طيب المرة الماضية بلشنا نحكي على المادة الرئيسية الإكسيبينت الرئيسي بالسبزوترز. بلشنا بأول نوع اللي هو الناتشرال فات فيبروما أويل أو اللي اسمها كوكو بتر، وحكينا عن صفاتها وحكينا عن طبيعة الهاندلينج إلها لما يكون عندنا سواء كان دراج أويل سوليبل ولا ليبيد سوليبل، وعلاقتها بالريليز وعلاقتها بالمولدينج، وحكينا فيها بعض الديسادفانتجز مثلا اللي هي إنه في عندنا بوليمورفيك فورمز، المولد بيحتاج إلى لابريكيشن، وكمان حكينا عن موضوع الناتشرال فات، الناتشرال سينثيتك فات، عفوا سينثيتك فات اللي هم بديل للناتشرال فيبروما أويل، تمام. وحكينا برضو انه هدول لانهم سينثيتك فالفاريابيليتي اللي موجوده في الكوكو باتر اقل لانهم سينثيتك، نقدر نتحكم فيهم في خلال التصنيع، فالفاريابيليتي اللي فيهم اقل، لكن ستيل فيهم برضو بعض ديس ادفانتجز. بس زي ما حكينا نو بوليمورفيزم زي الكوكو باتر، الايودين فاليو لهم قليله، معناته ات از نوت هايلي سسبتبل لعمليه الديجريديشن. الميلتينج بوينت في رينج عندنا، وكمان there is no need للابريكيشن. مولد لابريكيشن is unnecessary. small difference بين الميلتينج وبين السوليديفيكيشن، ف there is no chance للسيديمنتيشن. كان عندي مشكلة بالثايبروما أويل إذا التمبريتشر رينج of the temperature بين الميلتينج والسوليديفيكيشن داخل المولد long، معناته في chance إنه drug to sediment. أما في حالة السينثيتك فات The range is small, no chance for sedimentation. No need for lubrication. تمام؟ The water capacity إلها أفضل. واضح؟ The water capacity, how much water can be uptaken, is improved بحال the synthetic. لكن still, لأنها synthetic برضو expensive, في قابلية lefracture. Lefracture, يعني بعد عملية المولدينج والسوليديفيكيشن ممكن يحصل فيها زي التشققات. لازم نضيف سرفاكتنت اللي هو زي البوليسوربيت، تمام؟ بوليسوربيت. وحكينا على الووتر ميسيبل ووتر سوليبل بيسز اللي هي جليسرينيتد جيلاتين. جليسرينيتد جيلاتين هذه برضو إلها ممكن تكون جليسرينيتد ألون، هذه بتكون لاكزاتيف. لكن إذا كان جليسرينيتد جيلاتين for reason other than laxative effect لازم نضيف عليها ووتر to decrease the water absorption من الريكتم، decrease the irritation tendency. Okay. أتوقع أن وصلنا عند هذه السلايد اللي هي polyethylene glycol suppositories. The polyethylene glycol suppositories اختصار the polyethylene glycol PEG. The PEG هذا المركب. هاي عندي الإيثيلين، تمام؟ وعندي الـ OH. الأول هذه OH وهو بوليمر N. لما نطلع على شكل هذا المركب مليان عندي أنا OH group hydroxyl group، معناته they are more water soluble if compared للfatty bases. لكن إحنا عندنا grades، هذا المركب بيجي على الصي على الاندستري بيجي كgrades polyethylene glycol. كيف يعني grades؟ عندنا بيجي by number molecular weight، low molecular weight مثلا 100 200 400 وبيوصل احيانا ل 20000 40000 100000. كل ما كان الرقم صغير البوليمر molecular weight small بيكون more as a liquid. كل ما طلع المايك المولكيولر ويت بصير عندنا المركب solid، تمام. ممكن احنا نستعمل يعني mixture مثلا PEG مثلا 400 مع 1000 1000 مثلا مع 10000 الى اخره، حسب طبيعة البيز اللي احنا بدنا اياه، حسب طبيعة الريليز. طبعا لانهم بوليمر هدول عبارة عن بوليمر سينثيتك بوليمر، they are chemically stable، تمام. they are non-irritating plus they are miscible with water and mucus secretion. هذه OH make them miscible، تمام. هذه OH make them miscible with water زائد الميوكاس secretion بالريكتم.
كمان they can be formulated by molding and compression. وهذه بنص المحاضرة بنحكي طريقة تصنيع substrate molding زائد compression زي ما حكيت variable range of melting point زائد hardness variable range نقدر عندنا حسب المولكيولر ويت صفاته بتتغير. واضح؟ ف similar to glycerinated gelatin they do not melt at body temperature but they dissolve. تمام؟ هذه الهيدروكسيل they dissolve داخل الريكتال ميوكس وبالتالي بصير الريليز. لكن لو مسكناها بالإيد ممكن برضو يصير لها ملتينج. تمام؟ ممكن يصير لها ملتينج. زي ما حكينا ممكن نعمل كومباوندينج، نستعمل more than one molecular weight of polyethylene glycol، نعمل ميكستر ممكن two or more، أستعمل PEG 400 مع PEG 1000 مع PEG 10,000 and so on. I will mix them in certain proportion لحد ما يعطيني البروبرتي أنا بدي إياها. How much hardness, how much dissolution time. بدي إياهم يكون مثلاً immediate release بروح على low molecular weight. بدي prolonged release بستعمل mixture من high molecular weight. يبقى المولكيولر weight mainly, المولكيولر weight هو اللي راح يحدد لي the properties of polyethylene glycol as a suppository. فزي ما حكينا هون مثلاً طلع على ال PEG 400 liquid at room temperature. PEG 600 صار solid. كل ما ارتفعنا بالمولكيولر weight بصير more solid and more hard. تمام؟ more solid and more hard. 200, 400, 600 they are liquid, colorless liquid. كل ما ارتفعنا فعليا بصير more hard. واضح؟ ولونه أبيض. إذا بتشوف السبزوتريز اللي لونها أبيض mostly they are prepared by polyethylene glycol. يبقى they have molecular weight more than 1000 they will be waxy. تمام؟ waxy حوالي زي السيمي سوليد بعدين بصير hard with increasing the molecular weight. هلا زي ما حكينا عملية التحضير ممكن نعمل mixture من هذه البوليإثلينيك glycol من هاي الجريد. They can be formulated not to melt على body temperature. بهاي الحالة they will take longer time to release the drug. هم already water soluble. لكن إذا عملنا mixture من high molecular weight it will not melt. They need not to be formulated to melt at body temperature. They are formulated على higher melting point. هاي التركيبة إذا استعملنا higher molecular weight it allows slower release of the medicament. Plus the storage بيكون safe. يعني لو الصيدلية كانت حرارتها وصلت ل 30 أو 35 they will remain solid. تمام؟ they will remain solid. لكن لو كان محضر من low molecular weight بهاي الحالة لا لازم يكون في instruction على the outer pack of the suppository refrigerate. تمام؟ refrigerate. يبقى إذا كان عندي high molecular weight polyethylene glycol the release رح يكون slow they will be solid at room temperature no need for refrigeration رح تكون عملية insertion داخل الريكتم administration is and slow no need إنها تكون very fast insertion. كمان عنا زي ما حكينا to avoid لأنه هو PEG water soluble it can absorb water من الريكتم ممكن يعمل لي irritation فبهاي الحالة ممكن ينضاف على الفورمولا more water أو الحل الثاني إنه نحكي للpatient moisten the suppository before use. تمام؟ PEG زيه زي الجليسرين جيلاتين سبزوتري ممكن انه يعمل لي irritation by absorption moisture from the rectum. الحل يا اما خلال التصنيع it contain higher water مثلا 2% at least 2% water during the manufacturing او يكون في instruction على ال outer pack dip in water prior to insertion. نحكي للpatient اعمل slight moisturing moistening للسبزوتري before the application. يبقى احنا عندنا النوع الاول كان اللي هو الفاتي سواء سينثيتك او ناتشرال في عندنا الجليسرينيتد جيلاتين وفي عندي البي اي جي بيسز في عندي النوع الثالث اللي هو ميسلينياس. لما نقرا كلمه ميسلينياس اعرف انه راح يكون في عندي يعني تشانس عشان اتحكم بالفيزيكو كيميكال بروبرتيز. تمام؟ اتحكم فيهم. واضح؟ هدول عباره عن ميكشر اوف اوليوجينوس plus water soluble material. طب كيف أنا راح أخلط فات أوليو مع water؟ راح يكون في عندي emulsion. تمام؟ راح يكون في عندي emulsifying agent.
يبقى أنا راح أستعمل فعلياً السبوزيتريباز بهاي الحالة راح تكون emulsion. Emulsion of oleaginous material plus water soluble material or water miscible material together they are emulsified as water and oil mixture. Water and oil emulsion. واضح؟ Mixing مثلا cocoa butter مع water soluble base using an emulsifying agent بحصل على emulsion that can be used, water and oil emulsion that can be used as a suppository base. في عندي مثلا بعض الاسترز للفات, بعض الاستر للفاتي أسيد, عندنا مثلا الستايريك أسيد فاتي أسيد, تمام؟ ممكن حضر منه استر منو ستايريت داي ستايريت استر. We mix it with polyoxyethylene diol. لما نقرأ كلمة diol يعني 2-hydroxyl. الجزء الستايريت فاتي, الجزء الديول water soluble. فwe can mix them بهاي الحالة وبعض الفريق glycols and we can get fat substitute base ونتحكم بالريليز بهاي الحالة, تمام؟ نتحكم بالريليز هل هو immediate release ولا هو sustained أو slow release عفوا, تمام؟ يبقى esters of fatty acids زي الستايريك acid, ester the stearate, diastearate, monostearate plus diols, polyoxyethylene diols أو free glycols, we can get a mixture اللي هو polyoxyl 40 stearate. في عندي كمان السوب, بعد السوب they can be used as suppository base. إن الصوديوم الصوديوم stearate زي ما حكينا اللي هي بهاي الحالة الجليسرين suppositories ممكن with soup as the base. واضح؟ الصوديوم stearate هو السوب, الجليسرين هو اللي هو الأكتيف اللاكزاتيف, تمام؟ لاكزاتيف بهاي الحالة البيز صوديوم ستيريت, وبنكملها بالويت باي بيوريفايد ووتر. يبقى هذه هي طبيعة البيسز التي تستعمل للسبزوتري, هل إحنا بدنا إياها تكون ووتر سوليبل ولا بدنا إياها مثلا فاتي زي الثايبروما أويل أو زي السينثاتيك فات ولا ميكستر بروبرتيز إلى آخره. طبيعة الدرج, طبيعة الأكشن أوف الدرج, الثيرابيوتيك يوز, هل هو سيستميك هل هو لوكال إفكت, هي اللي بتحدد لي طبيعة البيز اللي راح استعملها, تمام؟ طيب هلا حكينا عن البيسز, بدنا نحكي على طريقة التصنيع اللي الأول والثاني. في عندي 3 methods أو بالأصح 3 methods هدول يستعملوا extemporaneous preparation. شو معنى هذا الحكي؟ زمان لما كانوا يصنعوا بالصيدلية suppository كانوا يستعملوا هذه الطرق, لكن إحنا بالmanufacturing هلأ اللي بتوفر بالmanufacturing بتوفر بالصيدليات اللي هو الindustrial batches, production batches يعني اللي هو machinery fully automated, لكن إحنا بدنا نحكي عنهم لأنه كانوا يستعملوهم. كلمة hand rolling إشي بيشبه هذه الطريقة. رح يكون عندي زي تايل زي إشي زي البلاطة مثلا, رح أحضر my mixture اللي هو عبارة عن drug زائد البيز, نحكي مثلا my drug مثلا drug ديكلوفيناك مع ثيوبروما أويل, رح أعمل لهم mixing together, ممكن أحتاج heating melting, وبعدين ببلش أعملهم زي كرة وبلفهم بهذا الشكل, تمام؟ بعمل لهم هذه بسموها hand rolling, يعني رح أحضر هذه الرود, تمام؟ لما أعجن أعمل melting عفوا الكوكا بتر مع الدراج زي كرة, بعمل منها بعدين اسطوانة هذا السلندر, وبعدين بعمل لها rolling, وبعدين بأخذهم وبقطعهم, وممكن هذا الراسها أعمل له يصير مدبب, تمام؟ فهذا مبدأ الهاند رولينج. هاند رولينج oldest and simplest method للpreparation, استعمال mainly على الكوكو بتر لأنه الكوكو بتر ملت على البادي تيمبريتشر بالإيد تملت. No need الهيتينج, تمام؟ No need للهيتينج, الكوكو بتر تملت على البادي تيمبريتشر على حرارة 37. بكون plastic like mass. إيش يعني plastic like mass؟ When I mix the cocoa butter with the active ingredient, زي كأنها زي يعني زي إشي زي العجين فعليا, plastic like mass بالمورتر, فبعمل trituration
grated كوكا باتر كلمة grated يعني كوكا باتر زبدة بيجي قطع grated مقطع. فبجيب مورتر وبستل بقطع الكوكا باتر بعمل ميكسينج مع الدراج تريتشوريشن وبعدين بعمل زي كرة وبعدين بعمل زي سيلندر هذا السيلندر وبعدين بعمل اللي هي هذا الهاند رولينج تمام الهاند رولينج بالإيد بحرك بهذا الشكل وبعدين بنعمل لهم كاتينج وبعدين بنعمل لهم زي بصير زي الكون راسه مدبب للإنسيرشن. فالماس it is formed as a ball تمام زي كرة وبعدين by the palm of the hand بعدين بعمل منها زي سيلندر هذه الاسطوانة وإحنا بنعمل لها رولينج والإيد هيك رايحة جاي عليها ممكن كمان by spatula أو على flat board بال pill tile التايل يعني زي بلاطة تمام زي البلاطة أوكي هذا السيلندر بيكون هيك تقريبا شكله نعم أسف إني قطعتك بدي أسألك شغلة هلا كوكوبيتر حكيتي إنها بتدوب على درجة حرارة الجسم طب هلا يوم يكون في هذا أحد المكونات كوكوبيتر المستخدم لها الهاند رولينج مش إنها بتدوب هيك بين الإيد يعني بصير صعب إنه الواحد يتحكم فيها كوكوبيتر لحالها رح تعمل لها ميلتينج على البادي تيمبريتشر بس إحنا حكينا المرة الماضية في إيش اسمه ميلتينج بوينت إليفيشن ميلتينج بوينت ريدكشن حسب طبيعة الدرج أنا لسه بدي أضيف عليها درج هذه العجينة هذه عليها درج الدرج راح يخليها تتماسك لو complete melting لو complete melting ما بقدر هي melting أيوة لأنها راح ما تكون محصورة بداخل الركتم بس مع الدرج طبيعة الدرج إذا بعمل لها melting completely ما راح أعمل منها لا بقدر أعمل منها البول ولا السلندر لازم يكون متماسك لازم تكون متماسك لما أعمل هاي العملية تمام يسلم دكتور طيب يبقى هاي بعمل الكرة بإيدي بعدين بعمل منها سلندر بعمل لها رولينج على البلاطة مثلا تمام رايح جاي تطلع عندي السلندر شوي يعني صارت منطقية هيك شكلها بعدين بعملها كاتينج تمام كاتينج which are rolled on one end to produce اللي هو الكونيكال شيب للسبزوتري فبحف يعني بصير هذه الحفة هيك من الطرف زي الكون كونيكال زي المخروط عشان تنهز عملية الانسيرشن واضح؟ طبعا بدها ايش كاتبين لي هون؟ It required considerable practice and skill مش يعني اي حد بيروح بعمل هذه السبوزيتوري بده يكون واحد شاطر يعني يعرف يعمل هاي التحضيرات السلندر بايب هذه السلندر او البايب هذه ممكن خلال التصنيع اذا طول تمام؟ اذا اخذ وقت طويل ما كان شاطر هذا اللي بيشتغل احيانا نمسك السابوزيتوري بتلاقي فيها زي بين هول زي فتحه دبوس صغيره بتجوف من جوا تمام بصير فيها زي تجويف هولو وممكن يصير فيها كراكينج تشققات واضح if it was insufficiently kneaded and softened kneaded من kneading يعني preparation of a wet mass kneading عجين نيدر عجانه يبقى انا اول خطوه في فعليا الستيب الاولى لما اجي احضر الدراج بلس ميكسينج مع البتر هذه البيز راح اعمل يعني سوفت ماس تمام سوفت ماس راح اعجنهم منيح اتاكد انهم they are sufficiently kneaded and softened اذا هاي العمليه ما كانت صح لما اجي اقطعهم راح يطلع عندي سبوزيتوري راح تلاقي فيها زي ثقب بالنص هولو تمام أو كراك واضح هولو بالسنتر تمام فلازم اللي بده يشتغل هاي العملية يكون عنده براكتس عنده جود سكيل سريع بالشغل تمام علشان يقدر يعملها كومبريشن مولدينج لما نتيجة تطلع كومبريشن مولدينج معناته أنا عندي تو كومبايند بروسيسز مولدينج أنا المرة الماضية أتوقع حطيت فيديو على كلمة مولدينج القالب طب كيف بدي أعمل كومبريشن كومبريشن يعني هذه الصورة علشان قبل ما أروح على الشرح بدي أتخيل إنه أنا هاي عندي المولد تمام هاي السبوزيتوري واضحة عندكم السبوزيتوري راح أحضر my mixture of the drug and the base وممكن other additives بعدين I will place them بهذا الكونتينر تمام I will apply force of compression إيش هو الكومبريشن فعليا perpendicular force قوة باتجاه عمودي When I apply the compression force راح يصير في عندي pushing للingredient داخل المولد
وبعدين الستيب اللي بعديها this suppository تمام، يعني الكومبريشن لما سيحصل الكومبريشن في عندي أنا هون هذا البليت بسكر lower part of the mold، بعدين هذا البليت it will go مثلا to the right، وبعدين suppository will leave، بعدين we add more ingredient تتكون molding، بعدين the suppository will leave. يبقى أنا عندي compression plus molding تمام. بعد ما أعمل عملية الضغط تدخل داخل المولد، بعدين السبوزيتري راح تطلع. بهاي الحالة راح يكون عندي هذا البليت while we are compressing and molding بتكون closed lower part closed، بعدين it will move to allow the suppository to leave when new suppository will be formed. هذا هو مبدأ الكومبريشن مولدينج. يبقى تكون أول ستيب برضو مشتركة بكل أنواع التحضيرات، راح يكون في عندي أول إشي ميكسينج تمام. I will mix the drug تمام الميديكامنت plus grated suppository base مقطع grated suppository base واضح. بعد ما أعمل لهم good mixing I will force them to pass through the mold by compression. I will force them through the mold by compression واضح. يبقى أول step mix the suppository base with other ingredient، بعمل لهم good mixing في الكونتينر. خلال هذا الميكسينج بتكون عندي برضو soft mass تشبه البيست، هون أنا عندي حرف الإي paste تمام. during the mixing رح يتكون عندي mass soft mass paste like mass consistency، ومع خلال friction وإحنا عم نخلط هذه البيز مع الدرج والأذر ingredient بتكون عندي paste like consistency. ممكن أحيانا أعملهم هذا الميكسينج بمورتر وبيستل مع slight heating preheating للمورتر will facilitate softening. برضو مبدأ kneading العجين softening soft mass using the mortar and pestle أو other container مع slight heating preheating بحضر هذه soft mass واضح. هذا small scale mortar and pestle. large scale بيكون في عندي إيش بنسميهم kneaders عجانات في المصانع kneaders kneader mixer إلى آخره تمام. بكون في أنا عندي عجانة بتشتغل ميكانيكالي بتعمل عملية الميكسينج اللي هو المطلوب تمام. يبقى هلأ أنا حضرت by the kneader أو by the mortar and pestle حضرت suppository soft mass. then it is placed into a cylinder which is then closed واضح which is then closed. بعد ما تدخل على السيلندر we apply compression pressure تمام. ببلش أضغط عليها pressure is applied from one end بعدين to release the mass from the other end واضح into the suppository mold or die. المولد أو الداي نفس المبدأ، المولد اللي هي فتحة المولد للسبزوتري وبرضه هي فتحة هذه عبارة عن داي للسبزوتري، هذه الفتحة هذه عبارة عن الداي أو المولد. هون بتتشكل السبزوتري، هون إذا بدي أغير شكلها بغير المولد بغير الداي واضح. بدي small suppository large suppository long suppository إلى آخره. يبقى أنا رح أعمل عملية filling للماس رح تدخل داخل هذه السلندر أو المول، وبعدين أعمل عملية compression. at the beginning it is closed the end is closed رح تكون مغلقة عشان تتكون suppository، بعد هيك it will open to release the suppository واضح. يبقى pressure will be applied at one end from one end to release the mass from the other end واضح. طيب when the die is filled with the mass a movable end plate at the back of the die is removed وبعدين with additional pressure بهاي الحالة suppository will be ejected. شو يعني كلمة ejected؟ the suppository will leave the mold will leave the die to allow a new suppository to be formed واضح. يبقى at the beginning it is closed بعدين بس ما بعد ما نخلص عملية البرشر it opens to allow new suppository to be formed. كلمة ejection اللي هي when the suppository leave the die after it is formed it is being formed واضح. يبقى بعدين the end plate will returned back the process is repeated when new mass will be molded بعدين it will open to allow the suppository to leave. واضح إيش هو compression molding molding plus compression molding plus compression. يبقى الميثود requires the capacity of the mold
first be determined by compressing a small amount of base into the dye weighing the finished suppository. هذه الجملة راح تنعاد معانا كمان شوي لما نيجي نحسب how much base is needed to prepare certain weight of a suppository. واضح؟ هاي طريقة واحدة لحساب المول، كيف بدنا نحسب كم كمية البيز لما نيجي بدنا نحضر suppository. بيحكي لي أول يعني فعليا